نروح بقى ليوسف نسمع بقى كده عزف على الكمان. انت قلت لي من شويه على الهوا يعني في مقطوعه شرقي وكمان غربي بتعزفها على الكمان، تسمعني الاول؟ زي ما حضرتك تحب، شرقي ولا غربي؟ اللي انت تحبه. والله والله انا تمام يعني اللي انت عايزه. لا شرقي، انا هنا خلاص. طيب اختار شرقي. جمان عادي شرقي. موسيقى شرقي للموسيقار ياسر عبد الرحمن من فيلم ايام سادات. ده عظيم. انا احبه. فاليوسف كمان ما شاء الله.